قبول الدعوة الهاتفية. جوستومون معاك انت اليوم باش نحكيو على موضوع آخر، وهو لي سوفت سكيلز. مكملين في السلسلة اللي كنا بديناها في محطاتنا الصيفية لي ديمانش بلوس، اليوم زاد باش نحكيو على المهارات الفردية والمهارات اللي تنجم تكون مفيدة لنا في مجال المدرسة ولا مجال حتى لي ستوديون، نحكيو بالطبيعة في الفاكولتي، وأيضا في مجال العمل ولا المهنة اللي احنا نقوم بها. يعطيك الصحة حافظ. احنا كان تلاحظ فما تسلسل تدريجي ملي بدينا الحصة هذية، نعم، انه التسلسل نتاعنا احنا حاولنا نمشيو في الاكومبانيمون، معناتها الاعانة نتاع التلامذة والطلبة وزادة اللي يخدموا في المؤسسات عن طريق المراحل نتاعهم، كيفاش يبداو باش يدخلوا في الحياة المهنية وكيفاش ما يبداو في الحياة المهنية. نعم. دونك حكينا قبل على المهارات الفردية أو المهارات الناعمة لي سوفت سكيلز، كو سوا بالنسبة للتلامذة والطلبة أو بالنسبة يخدموا في مؤسسات. نعم. حكينا عليهم بصفة مقتضبة، تو باش نحكي عليهم بصفة مطولة دو مانيير ديتايي. الوغ باردون، الوغ المهارات الناعمة والفردية سوفت سكيلز، نعرفوا احنا انه فما سكون ابيل لي هارد سكيلز، المهارات الصلبة. دونك كي نحكيو على السوفت سكيلز نحكيو عليهم يقابلوا الهارد سكيلز. الوغ المهارات الصلبة نعرفوه مليح، المهارات الصلبة هو اللي نقراوه في المكتب واللي نتعلموه في التكوين المهني. وهذوما سهلين باش نتحصل عليهم المهارات، العباد الكل لازم يتحصلوا عليهم. علاش سهلين؟ كي نقول سهلين معناتها تقرا تعدي دي زيكزامان وتاخذ ديبلوم، الناس الكل معناتها ينجموا ياخذوا ديبلوم في متناول الجميع. نجم يكون زي الديبلوم في المهندس، الطبيب، في المالية، في اللوجستية، في الميادين الكل، فما دي ديبلوم، فما قرايه، فما دي ديبلوم. هذوما هما المهارات الصلبة. دونك في متناول الجميع ويجيو في القرايه. فما المهارات الناعمة. والمهارات الفردية، علاش الفردية؟ خاطر هذوما يخصوا كل إنسان وحده هو دو مانيير سبيسيفيك على حدة، ما يخصوش الناس الكل. مش العباد الكل عندهم المهارات الفردية. والمهارات الفردية يتنوعوا من شخص إلى آخر. المهارات هذوما صعيب باش واحد يتحصل عليهم، صعيب مش معناتها مستحيل. صعيب علاش؟ على خاطر كما قلنا هما يتميزوا بهم الأشخاص، يتميزوا بهم. علاش يتميزوا بهم؟ على خاطر كل واحد وتربيته. كل واحد والتجربة الشخصية نتاعو في الحياة. كل واحد وكيفاش يعيش الحالات والاوضاع، فهمتني؟ كل واحد عنده ان باركور بيرسونيل سبيسيفيك، عنده الخطوه نتاعو، عنده الثنيه نتاعو اللي جاتو في الدنيا، فهمتني؟ دونك هذا الثنيه هذه تجيب لكل واحد، تعطي لكل واحد مهارات فرديه. ناخذ اكزامبل سامبل ياسر. باهي. فما شخص تعرفت عليه منذ سنوات يخدم استاذ جامعي، يقول قائل استاذ جامعي يقري ويقد الدروس ويمشي يروح على روحه. هالأستاذ الجامعي زاد هو في نفس الوقت ان انتربرونور، معناتها شيف دونتربريز، رئيس مؤسسة، مش مؤسسة برك، يتصرف في 16 مؤسسة عائلية. دونك يحكي لنا، قال لنا انا ملي كان عمري 4 سنين بابا كان عنده عطار وانا ديما في العطار بحذا بابا. سلعة مش سلعة اتسيتيرا. دونك تعلم على ابوه لو سونس دي زافير، كيفاش يتصرف في بزنس. باهي. دونك بشويه بشويه اكتسب مهارات اللي هما المهارات هذوما ماهمش موجودين عند العباد الكل، والمهارات اكتسبها من الصغرى وتطوروا فيه وقت اللي هو كبر وجاتوا تجربه اتسيتيرا. نجمو سي سامي نعطيو امثله على المهارات هذوما؟ كما قلت لك باش نعطيك امثله تو تشويت المهارات هذوما بالديتاي. تبقى المهارات هذوما صعيب في واحد يتعرف عليهم يغزلهم. باغ اكزومبل في اونتروتيان ريكروتمون صعيب الريكروتور باش يطلع شنو هي المهارات الفرديه نتاع الكانديدا.
علاش خاطر المهارات هذوما يجيو في الاكسيون، معناها ما يجيوش في بطرح الاسئله، يجيو في دي سيتوياسيون معينين مثلا. يجيو في ديما يجيو في سيتواسيون معينين ومخبيين، معناتها ما دام ما تحطش العبد في الوضع هذاك تنجم تعرف المهارات هذاك. علاش فما دي تكنيك دو ريكروتمون بازي على الميز اون سيتواسيون وجو دو رول، يحطك في وضع معين تشوف المهارات نتاعك. اما مش اغلبيه الشركات ما يستعملوهمش، علاش؟ خاطر ما عندهمش وقت، فهمتني؟ خاطر يطلبوا وقت ولوجيستيك وتنظيم اتسيتيرا، فهمتني؟ هي عباره على رده فعل يعني سيتواسيون معينه. نجم تقول رد فعل بار اكزومبل، انت تبدا تحوس في الشارع وهكا لقيت عباد محافظه هكا وكل شيء، بعد تغزت تلقى واحد طاح في القاع دايخ، حد ما تصرف، انت تنقل ديريكتومون تمشي تعمل له بوش ابوش ولي برومي سكور اتسيتيرا. هكا رده فعل، رديت الفعل انت. بورتون الاخرين ما ردوش الفعل. انت عندك المهاره نتاع لا بريز دينيشاتيف، كريت المبادره، فهمتني؟ دونك باش نتحصلوا على المهارات هذوما، خاطر حتى كان ما يجيوناش في عيشتنا في تربيتنا اكسترا، سي با مش امبوسيبل، نجموا نتحصلوا عليهم بالتكوين. لا فورماسيون. جيد. والتكوين، التكوين في المهارات الفرديه، فورماسيون سوفت سكيلز ولا فورماسيون اون ديفلوبمون بيرسونيل، تكوين في التطور البشري، باش الانسان يطور روحه. وينجموا يكونوا المهارات هذوما موجودين فينا واحنا ما نعرفوهمش. كيف كيف التكوين يخرجهم يوريهم لنا، قلنا هاو عندك المهاره هذيا وانت ما في بالكش، تنجم تستعملها في حالات معينه. اما هذا يتطلب منا حاله وعي، اون بريز دو كونسيونس، لازمك تاعي انت بالمهاره نتاعك، فهمتني؟ بار اكزومبل يقول لك انت عندك المهاره هذيا، انا اوكي انا طلعت انا خويا عندي بريز دينيشاتيف ولا عندي ليدر شيب، نجم نجاري ايكيب، فهمتني؟ يا اما مادام ما عطاوكش الفرصه باش تديري ايكيب ما تبداش واعي بها، ما توعي بها كان ما تتحط في السيتياسيون هذيك. وهذا مش ديما سهل باش تجيك حاله الوعي هذاك، فما عباد يقعدوا سنين تديهم حاله وعي في وضع ولا مهاره معينه، اما مش مشكل، ما ينجمش تخطا، فهمتني؟ عمره ما يبدا مخر، الحياه طويله معناتها لي بوسيبيليتي والفرص معناتها متعدده باش تنجم تمارس المهارات هذوما. الوغ كان نجيو نشوفوا اهم المهارات، ليست هذايا ماهيش اكزوستيف، ماهيش معناتها كامله، مي هذوما اهم المهارات. اول مهاره هي الليدرشيب، هي القدره على القياده. هنا ناخذ امثله ساهلين ياسر عندنا في تونس، مثال تاريخي بورقيبه. بورقيبه قائد ليدر، شنو معناتها الليدر؟ القائد هو الشخص اللي انت تتبعه تمشي معاه من غير ما يقول لك تبعني. واضح. تبعوا تلقائيا، علاش تبعوا تلقائيا؟ على خاطر فما حاجات موجودين فيه يخليك تتبعوا. بورقيبه عنده نظره استشرافيه، بورقيبه يعرف يحكي مع العباد، يدي تياترال بريسك في مسرح معناتها. بورقيبه عنده بعد النظر، بورقيبه عنده الذكاء الاستراتيجي، بورقيبه يعرف كيف يتواصل مع الشعب، دونك قائد بيتم معنى الكلمه. برشا قواد في العالم كيما مانديلا، كيما اوباما، كيما برشا قواد. المهاره الاخرى هي المانجمنت، التصرف، قدره على التصرف. شو معناتها التصرف؟ راهو كي نجيو نشوفوها التصرف ماهيش صعيبه برشا. عندك وضعيه معينه لازم تتصرف. يا اخي واش هما الشركات يدخلوا العباد يخدموا باش يتصرفوا. باش يتصرفوا معناتها تبدا فما مشكله وانت باش تتصرف، كيفاش تحلها؟ هذا هو التصرف. واضح. ينجم يكون تصرف في الفلوس، ينجم يكون في الموارد البشريه، ينجم يكون في التشكي التجاري، لوجيستيك اتسيتيرا، لازمك تتصرف، التصرف مش موجود عند العباد الكل. التصرف خاطر التصرف يلامبليك انك تتصرف في فريق عمل، ايكيب. لو مانجر نقولوا انسان مانجر معناتها عنده ايكيب. ليكيب هذيك لازمك تفهم الشخصيات نتاعها، لازمك تفهم لي بوزوان نتاعها. لازمك تعرف كيفاش تو لي موتي، لازمك تعرف كيفاش تخليهم يمشيوا كلهم اوبجيكتيف واحد، زي مش العباد كلهم عندهم المهارات هذوما. نعم. الو المهاره الاخرى مهمه ياسر ياسر ياسر، على خاطر قائم عليها كل عمل بشري، هي ليكيب. ما فماش عمل بشري تنجم تعمل وحدك، الاعمال البشريه الكل في الميادين كلهم واقفين على فرق عمل، ايكيب، ناس يخدموا مع بعضهم في نطاق متناسق ونلموا معناتها المهارات نتاعهم في نطاق متكامل، باش نعطيهم اون تاج بريسيز، عمل معين باش يقدوه. يلزمك انت
المهاره نتاعك هي الانتيغراسيون في ليكيب، كيفاش تدخل في ليكيب وتعيش معاها كيفاش تتفاهم مع العباد، مش عندك ليسبري ديكيب فهمتني، ما تكورش وحدك بالعربي، ما تتكور في نطاق جمعيه واضح، معناتها لعبه جماعيه معناتها. نزيدو نتعدو فيسا على كومونيكاسيون، التواصل مهاره بيريس مش العباد الكل يعرفوا يتواصلوا، وفما لا كومونيكاسيون افيك اسيرتيفيتي، تواصل باحترام الاخر. تتواصل فيه مع عبد لازمك تحترم، تحترم شخصيته، تحترم افكاره، تحترم اراءه، تحترم زاد اذا تكلم تحترم وتخليه يتكلم فهمتني، وتسمعه. لامباتي كيفاش تحط روحك في بلاصه عبد اخر، هذه قوي ياسر المهاره هذه لامباتي. خاطر تعرف ساعات في المؤسسه باغ اكزومبل عندك مانجر يجي الكولابوراتور يقول له عملت مجهودي انا ما خلطتش في الوقت باش نقد البروجي، فما مانجر يقول له انت معاقب واضح تعطيك فونكسيون، فما مانجر اخر يخزر له يقول له هذايا مسكين ديما راهي عم في مجهوده عنده مشاكل شخصيه يتلهى بعائلته اتسيتيرا راه ما خلطش فهمتني، دونك انا نحس بمشاكله وفي بلاصه ما نعاقبه نشجعه نقول له يعطيك الصحه وانت عملت مجهود كبير ليش ما خلصت الهدف، وانا باش نعاونك باش تحقق الهدف محليها ايجابيه تولي العمليه عندك معارك نحط روحك في بلاصه الاخر تولي ايجابي مع العباد، واحنا حاجتنا بالايجابيه باش نحلوا المشاكل طبعا. مهاره اخرى هي الانتيليجنس ايموشنيل، معناتها الذكاء العاطفي والحسي، هذه نقابلوها بالذكاء التحليلي الانتيليجنس اناليتيك. هنا نحب نقف بالذات ونحب نقف على النقطه هذه مهمه ياسر، احنا في تونس ديما عندنا الوالدين ديما ستريسي قلقين البانيك يدخلوا بعضهم في ساعه هذا الكل على القرايه نتاع اولادهم صح ولا طبعا لي بارون الكل يحبوا اولادهم في احسن مكاتب وينجحوا احسن دبلومات وياخذوا احسن معينات خاطر بالنسبه لهم باش ياخذوا احسن خدم يا ما خاموش في حاجه هي ليبانويسمون معناتها نتاع ولدهم معناتها يبدا فرحان شيخ عامل جو يعمل في حاجات اللي يحبهم ثقته في نفسه تكون عاليه اتسيتيرا قليل والدين يخاموه في ليبانويسمون يخاموا كان في الاعداد ولي موان اتسيتيرا الوغ الاعداد والموان حاجه باهيه باهي ان ولدك يكون معناتها باهي ياسر في القرايه وعنده موان هايله كل شيء ينجم يجيب له مستقبل باهر بقى هذيك تسمى انتيليجنس اناليتيك ذكاء تحليلي هو نوع من انواع الذكاء سبع انواع تاع الذكاء الذكاء زي التحليلي ما يخليش يتصرف في حياته وحده اكاهو يلزمو مهارات اخرين منهم الانتيليجنس ايموشنال نعطيك اكزامبل سامبل انت تجيب وقتها في عام العوامل كنت قاري في الجامعه وجيت مؤسسه تحب تخدم عبيد من لي بروموشن اللي يقراو مشيت للمدير المؤسسه قلت لها اعطيني ليست نتاع العشره الباهين عندك في الماركتينغ اوكي باهي جبت لهم ليست من الاولاني حتى العاشر شركه في وسط عمل لهم دي زونترتيان كلاسيك عاديين مشيت شركه عندها معرض وعندها ستاند ستاند باش تنظموا اوكي جبتهم كالعاشره قلت لهم كل واحد ينظم لي ستاند على كيف كيما يحب هو يبقى في الاخر خذيت نمره سبعه في الليست وما خذيتش نمر واحد نمر واحد الماجور دو بروموسيون ما عرفش كيفاش ينظم ستونت نمر سبعة عرف كيفاش خاطر عنده انتليجنس من نوع اخر الانتليجنس ايموشنيل هي معناتها الانتليجنس المطلوبه ياسر علاش خاطر تخليك تفهم الاخر فتروح في بلاصتو تفهم لي زيموشيون تاعك الاحاسيس تاعك تفهم احاسيس الاخر فتروح في بلاصتو وتلقى حلول لي كونفلي اوكي دونك شو نقول انا لي بارون ما تخافوش حتى كان ولدك متوسط في القرايه وحتى كان مش خارق العاده مش مشكل مش مهم يلزمكم من الصغرى تخدموا لهم على المهارات الفرديه نتاعهم كيفاش بالرياضه الرياضه خاطر يتقابلوا برشا صغار مع بعضهم يلعبوا مع بعضهم الكوره ويستانسوا ببعضهم الكومونيك فما ليسبري ديكيب فما البيرفورمانس فما الكومبيتيسيون لازم يكون باهي الانستا الثقافيه والانستا الفنيه بانتور بيانو اتسيتيرا الاسوسياتيف المجتمع المدني تعرف معناتها فما دي اسوسياسيون دو بلوز ان بلوز فيهم صغار ولاد صغار لي كلوب نقول لك معناتها اهميه المهارات الفرديه في امريكا تنجم تكون قوي ياسر في القرايه معناتها عندك موان عاليه وكان ما عندكش مهارات فرديه ما تدخلش الجامعه تحب عليها فهمتني؟ واضح يلزمك توري في دوسيك اللي عندك مهارات فرديه خلطوا دي بارون يجيبوا دي كوتش يخلصهم بالفلوس
بالفلوس، يخلصون بالفلوس وي. باش يعلموا اولادهم المهارات الفرديه، باش عندهم دوسي باهي نتاع مهارات فرديه يدخلوا الجامعه. هذاك اللي تلقى باريزون، تو ناخذ الاكزومبل تاع الملولي قرا في جامعه امريكيه. علاش قرا في جامعه امريكيه؟ خاطر عوام كبير، مهاره فرديه هذيك، فهمت؟ حتى لو فات اللي هو عوام خليه يدخل الجامعه، بو امبورت شنو المستوى الدراسي نتاعو، فهمتني؟ لوج عليها. علاش جامعات؟ خاطر الجامعات من بعد يكونوا طلبه ويخرجوا يخدموا في الشركات، الشركات يلوجوا على المهارات الفرديه. طبعا الجامعه جابت لك واحد مكون في المهارات الفرديه. كوردو دونك هذا مهم ياسر، نرجعوا بعد شوي. الوغ فما مهارات اخرين كما لا بريز دو ديسيجن، باش تزرب خاطر ما عندنا برشا وقت. نعم. لا بريز دو ديسيجن، القدره على اتخاذ القرار، مش الناس كلها تتخذ قرارات. سورتو في سيتياسيون تاع ستريس ومعينه، القدره باش تحل المشاكل الصعبه، هذوما الشركات تلوج عليها ياسر. خاطر الشركات كل يوم يعيشوا مشاكل، ومشاكل صعاب ومعقدين، وفيهم معناتها مشاكل معناتها انسانيه، معناتها بشريه، ومشاكل ماليه، ومشاكل تسويق اكسترا. انت كيفاش تنجم تحلها؟ هذه مهاره ونجم نتفرميو عليها، تفهم فيا؟ واضح. اليوم باغ اكزومبل فما باردون فما كورسوس معروف، معناتها فما نوع نتاع تكوين اسمه ديزاين ثينكينغ، عنده كلكو زاني، يعرفوا برشا جماعه الانفورماتيك في تونس وبرشا متكونين فيه. هذا يعطيك طريقه معناتها جديده باش انك تخمم وتحل مشكله صعيبه، فهمتني؟ الوغ فما لا فليكسيبيليتي، معناتها انك تكون تتاقلم مع وضع مع بيت. فما زاد لا نيغوسياسيون، كيفاش تتفاوض، خاطر العيشه كلها تفاوض، من تمشي للعطار حتى تمشي حتى ما عارفك. فما زاد مهارات كيما جيستيون دو ستريس مهمه ياسر، هذيا الشركات تحب عباد معناتها يضبطوا النفس ويديروا ستريس بتاعهم. فما مهاره كويسه زاد لا جيستيون دو تان اي دي بريوريتي، الوقت والاولويات. اولويات مهمه ياسر ياسر ياسر، نهار فيه 24 ساعه ونهار الخدمه فيه 8 سوايع. كي تعرف تجيري الوقت نتاعك، تعرف كيفاش تحط الاكتيفيتي نتاعك، تعرف كيفاش تكون ناجح. مهم جدا. الو توا سامحني، كيفاش لي سوفت سكيلز، علاش لي سوفت سكيلز والمهارات الفرديه هما يلوجوا عليهم؟ ناخذوا جوج مجالات اللي حكينا عليهم، هما القرايه ليزيتود والمؤسسات الشركات. في القرايه شنو هما المهارات الفرديه المطلوبين؟ التركيز، القدره على التركيز. التلميذ لازم يكون مركز في الدرس على المعلم وعلى الاستاذ باش يسمع ويفهم شنو اللي قاعد يقول له باش يتعلم. لازم يكون مركز في الدار كي يبدا يقد التمارين نتاعو. المهاره هذه فما عباد يكونوا مركزين من عند ربي، عباد يتعلم التركيز نجم نتعلموه بالتقنيات تكنيك دو ميموار باغ اكزومبل، فهمتني؟ خلينا نتعلموا التركيز. فما زاد المهاره اللي هي لا كاباسيتي دابرونتيساج، قدرتك على التعلم. تتطلب هذه، تتطلب ليكوت، التصنت، تتطلب لوبسيرفاسيون، تشوف انك تشوف تشوف، تطلب لا ريتونسيون، كيفاش تو روتيان، كيفاش تشد المعلومه، وتطلب لا ريستيتيوشن، كيفاش ترجع بعض المعلومه. اوكي. تبدا في المكتب تسمع المعلم، تشوفه كيفاش يتحرك ويبوج اكسترا، تشد المعلومه وبعد تروح للدار باش تعاود ترجعها المعلومه، تعمل سانتيز تكتبها. الو بعد فما مهاره اخرى مهمه ياسر، لا كاباسيتي دو ليكتور، القدره على باش تقرا الدوكيمون وتحلو. ينجم يكون كتاب، ينجم يكون ورقه. الو لازمك تفهم انت في الجامعات باغ اكزومبل نتاع امريكا الشماليه، كندا وامريكا، راهو كي يدخل يقرا اتيديون يعطيوه في العام ممكن حكايه 30 40 كتاب لازم يقراهم، فهمت؟ كل كتاب فيه 300 ورقه، يا اخي باش يقراهم الكل ما نجمش يقرا الكل، ما عندوش وقت. ثم التقنيات في سكون ابيل لي تكنيك دو ليكتور رابيد، تقنيات القراءه السريعه. هذوما زاد اللي نراهم اليوم، يقول لك كيفاش تنجم تقرا كتاب مثلا في 24 ساعه ولا في 48 ساعه؟ مش 48 ساعه، في ساعتين مثلا. كتاب فيه 300 ورقة تقرا في ساعتين. فما تقنيات يوريو كيفاش تخرج الافكار، معناتها الزبده نتاع الكتاب، الافكار المهمه من الكتاب، وانت من غير ما تقراها الكل. ما عندكش وقت، خاطر شكون اللي عنده وقت يقرا كتب ابار بيان سور الروايات، هذاك تاخذ وقتك في الدار متكي تقرا في كتاب، اما هذه نتاع خدمه تاع كل يوم، خاطر عندك برشا ديتاش اخرين لازمك تعملهم، مش كان تقرا الدوكيمون. وي. لازم تعرف كيفاش تقراه، ولازم تعرف كيفاش تحل وتعمل سانتيز فيها، معناتها واحده تلخيص، فهمت؟ خاطر في المؤسسه عارفك يقول لك باللي هاو الدومين الفلاني جيب لي عليه انفيش دو سانتيز. اي المعطيات اللي مرتبطه به. باش تجيب له دوكيمون فيه 30 ورقه، باش تجيب له دوكيمون فيه ورقه. في ورقه لازمك تحكي على كل شيء. الوغ لا كاباسيتي ريزود لو بروبليم قلنا عليها، كيفاش تحل المشاكل،
الكوميونيكاسيون التلميذ مطلوب منه انه يعرف يتواصل مع الاستاذ نتاعو مع زملائه. علاش؟ خاطر في الكور في وسط الدرس لازم يعرف يتواصل مع الاستاذ كيش يسالوا سؤالات يحكي معاه. فما برشا برشا لو ترافاي دو جروب. احنا ما راش في تونس راه معناش يسال ترافاي دو جروب. اما في ان امريك دي نور 70% من النوت ترافاي دو جروب خاطر يبنوا انه الجروب هو الباز نتاع اي انجاز بشري. فهمتني؟ دونك لازمهم يعلموا صغار من المكتب يعرفوا يخدموا ان جروب. احنا نخدموا كان وحدنا. الترافاي دو جروب يطلب انك تعرف تكومونيك مع العباد الاخرين تتواصل معاهم في الجروب كي تعمل دي زيكسبوزي تقدم خدمه كيف كيف تخدموا جروب. دونك لازمكم تتواصلوا مع بعضكم. فما لا كاباسيتي دو سانتيز قلنا عليها مهاره التلخيص. فما لي كاباسيتي دو ريداكسيون كيفاش تكتب تحرر كوردو تحرر دي ديسيرتاسيون اكسبوزي اتسيتيرا. هذه مهاره هذه في المكتب. شفت قد فما مهارات ديجا في المكتب وحده ثم العديد من المهارات. اي با فما من دو بلوز ان بلوز دو معناتها دي زيكول دي ليسي دي زونيفرسيتي يكونوا في المهارات. في الفنلاند اللي هي عندها احسن فنلندا احسن معناتها منظومه تعليميه في العالم يكونوا الصغار في المهارات الفرديه من اللي عمرهم عامين. علاش؟ خاطر يعلموهم سكون ابيل لوتونوميزاسيون الاستقلاليه. يعملوا على روحهم فيسع. فهمتني؟ الوغ لازمك تفهم حاجه مهمه ياسر واللي هي انا راها هايله ياسر في الفنلاند. سيدك بن سيدك التلميذ حتى العمر 16 سنه 16 سنه قداش 16 سنه كاتريم اني سكوندير ولا سانكيم اني سكوندير تقريبا ما يعمل حتى امتحان. زيرو اكزامان حتى امتحان. من حتى 16 سنه يتعلم مهارات فرديه. يتعلموا يلعبوا، يتعلموا يعملوا سبور، يعملوا ليزاكتيفيتي ارتستيك، يتعلموا ليزاكتيفيتي دو جروب. فهمتني؟ مهارات فرديه خاطر يامنوا انه مهارات فرديه اهم مهارات في الدنيا وفي الخدمه. ومن بعد بو يقرا بيان سور ومن بعد يعملوا الامتحانات مش مشكل. فهمتني؟ الو توا نجيو في المؤسسه. بيان سور احنا حكينا على المكتب خاطر المكتب يحضر للمؤسسه. للحياه بصفه عامه من هالخدمه الشخصيه وللمؤسسه باش تخدم بعد ولا بتقد المؤسسه نتاعك. انا عوامل تالي نظمت ملتقى واستدعيت البي دي جي نتاع مايكروسوفت في تونس اللي هو سي محمد بريدع. اللي هو عنده ميريت كبير ياسر خاطر ما تعديش بالكيرسيوس كلاسيك نتاع باش يخلط البي دي جي نتاع مايكروسوفت. دونك تستعمل ياسر مهاراته الفرديه الشخصيه. الوغ جبتوا قدام طلبه نتاع معلوماتيه انفورماتيك كوردو. الوغ طلبه نتاع المعلوماتيه فرحوا ياسر كي جبت لهم بي دي جي مايكروسوفت تاع تونس واستناوا انه باش يحكي لهم على الانفورماتيك والتكنولوجيا اتسيتيرا. يا اخي سي محمد اش قال لهم؟ قال لهم اسمعوا الكومبيتونس اللي عندكم المهارات اللي عندكم هذوما تاع التكنولوجيا كل شيء مش صعيب ياسر سهل باش تجيبوه. ما كلكم تقراوا كل يوم باش تاخذوا دبلومات. هاي سيدي ما حاجتش تحكيوا عليهم. باش نحكي لكم على اهم مهارات اللي هما مطلوبين اكثر في المؤسسات العالميه الكل اللي هما المهارات الفرديه اللي سوفت سكيلز واللي هما اصعب مهارات. وعمل لهم معناتها ديسكور كامل على اللي سوفت سكيلز باش يوريك معناتها اكبر الشركات العالميه اليوم تطلب لي سوفت سكيلز. نعطيك مثال سهل ياسر سامحني اليوم الشركات هذوما لي بيج فور هذوما الشركات نتاع الكونسلتينغ معناتها الاستشاره العالميه كيما اكسنتور كيما ارنستن جونغ كيما ديلويت باغ اكزومبل. ما عادش ولاو دو بلوز ان بلوز يدخلوا عباد يخدموا معاهم. ما عادش قارين ايكول دو كوميرس وجيستيون اتسيتيرا خاطر هذوك اللي عندهم ايكول دو كوميرس وجيستيون عندهم نظره على العالم معناتها مفكره هي غيدون ديما لا تيت دون لو غيدون ما يعرف كان المانجمنت جيستيون. يجيبوا شكون اللي عاملين فلسفه يجيبوا شكون اللي عاملين تاريخ جغرافيا سوسيولوجي اثنولوجي اتسيتيرا خاطر هذوكم عندهم نظره اخرى على العالم عندهم مهارات اخرى ويكونوهم في الجيستيون داكوردو. بي دونك في الدقيقه تفضل سي سامي. دونك في الحقيقه شنو نجمو نختمو معناها اليوم بالمهارات الفرديه اللي نحكيو عليها في المستوى كيما قلت انت المدرسه اللي بدينا به ومن بعد مستوى الحياه بصفه عامه. في دقيقه نختمو اول حاجه نقول حاجه مهمه ياسر نقول معناتها للوالدين نتاع الوالدين نتاع الابناء بناتنا اولادنا اللي يسمعوا فينا اليوم ما تخافوش على اولادكم. القرايه باهيه
تبعوهم وقراوا وجيبوا دي ريزلتا بهين، هذا خارق العاده. اما زاده تلهيو بيهم شغل بلون بيرسونيل معناتها من الناحيه الشخصيه، خليهم يتسيبانويس يلعبوا يتفرهدوا يلعبوا رياضه، يعملوا انشطه ثقافيه فنيه، يدخلوا في المجتمع المدني، هذا مهم ياسر، هذا باش يكون العباد نتاع غدوه اللي ينجموا يتصرفوا في حياتهم وفي المؤسسه. هذه حاجه نعم. ونقولوا المؤسسات نتاعنا ان لازم تكون عندنا حاله وعي بقيمه المهارات الفرديه، خاطر هذوك هما اللي باش يخلوا المؤسسات نتاعنا يكونوا ناجعين اكثر ويكون عندهم مستقبل باهر. يعطيك صحة سي سامي بن منصور، موضوعنا اليوم هو المهارات الفردية، كنا حكينا على القيادة، القدرة على التصرف، لسبري ديكيب، التواصل مع الآخرين، لومباتي، حكينا زاد على الذكاء الحسي، الذكاء التحليلي، حكينا على القدرة على اتخاذ القرارات والتفاوض، جيستيون دو ستريس دو تون، وأيضا من بين الحاجات اللي نجم نوصلونا لهذوما هما الرياضة، الأنشطة الثقافية، الأنشطة الفنية، المجتمع المدني، ليزاسوسياسيون، لي كلوب، نجم ترجعوا تشوفوا الفيديو من الأول على صفحتنا، صفحة التواصل الاجتماعي راديو ميت تونيزي، وتنجموا تبارتاجيوه مع أصحابكم. نرجعوا لكم بعد موعد الأخبار مع 14.